طيب تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونعمل ريفيجن على النيو هالو لبريب 1. ومعايا دكتورة روضة، يلا يا فندم. هنا هو بيقول لي what is the name of Alice and how old is he؟ يبقى هنا هو عايز اعرف الاسم بتاع مين علي، و is he اهي ده هي اللي تحددني. يا ترى هاخد جراند ماذر ولا جراند فاذر ولا سيستر ولا دوتر؟ جراند فاذر، عشان هو هنا الراجل ده بيقول لي هي. My mom is a teacher and dad is a teacher. برضو الاتنين teacher، عايز اقول ايضا هتبقى بالظبط كده. هات لي اللي بعديها، تعال نشوف، ناخد بن تاني غير ده. ماشي، هنا هو بيقول لي our grandmother is 64 and she is هدى. she is ايه؟ عايز اقول cold، تسمى هدى. بعد كده our animals that are like sheep، حاجة شبه الشيب. الجوتس شبه الشيب. طيب A ولا N is a room at the top of a house، حاجة أعلى المنزل. هتبقى الأتك بالظبط. هل اللي بعد ليها number 6 هايدي is a story of A ولا N girl، she had no mother or father، ما عندهاش ده ولا ده، يبقى هي إيه؟ Orphan، هي يتيمة. A is a place with lots of houses and shops، مكان في houses وفي shops. يا ترى mountain ولا forest ولا city ولا desert؟ City اللي هي المدينة. حبيبة is a top، a top A، she wants to go to the Olympics. top A عشان هي عايزة تروح الأولمبيكس، ليها علاقة بمين؟ جيمناست. Athletes work hard to their studies, their sport, and their friends and family. الأسئلة دول بيشتغلوا بجد علشان يوازنوا ما بين الدراسة والرياضة والعيلة والأصدقاء والناس دي كلها، يبقى balance، يوازن. هات اللي بعديها. You can find a lot of books in A، اللي له علاقة بالبوكس. library. هات اللي بعديها. number 11 is a very big room for a lot of students and teachers. سهلة. بالظبط، هتبقى هول. مش هينفع هول دي لأن هول دي معناها حفرة، وهل دي تل، وهول دي معناها حائط، لكن هتنفع صالة أو قاعة. In a school students play games in a playground. بيلعبوا في المدرسة الألعاب بتاعتهم في البلاي جراوند. What have we got next؟ بعد كده قال لي it's a computer studies next، يبقى هنا هو what e، إيه اللي له علاقة بالcomputer studies؟ what grade ولا time table ولا subject؟ الله ينور. What's your subject؟ favorite ولا favor ولا fat ولا heavy؟ favorite subject. excellent، favorite اللي هي دي. هات اللي بعديها. محمد صلاح a lot of goals، اللي له علاقة بالgoals. عايش، الله ينور. تعالي نكمل يلا حاجة تاني. بعد كده بيقول لي how tall is محمد صلاح؟ انا بقول له he is 1.75 tall. هنا الطول بيتقاس بمين؟ بالظبط، بالسنتيمتر. صلاح gives money to help people, school and hospital. to help people ايه؟ to build. to build يبقى تو هيجي بعدها الانفينيتيف. هات اللي بعديها. I can't pick up that box. my arms are. يبقى هنا هم انا مش قادر أشيل الصندوق ده عشان دراعتي إيه؟ are weak، ضعيفة. زياد has got a new MPC 3، يبقى MPC أو MP3 اللي هو إيه؟ MP3 بلاير على طول، مشغل MP3. Adam is sending messages to his grandfather now. sending إيه؟ يبقى دي برضو مرتبطة ببعض، التكست مسج. هات لي نمبر 21. There are three laptops in the classroom. three laptops إيه؟
لابتوب بلايرز ولا لابتوب فيديوز ولا كمبيوتر؟ كمبيوتر. يبقى لابتوب كمبيوترز. هل اللي بعديها زياد has got a phone. هات اللي بعديها you should keep your secret when you use technology. اللي لازم تخليها سر وانت بتستخدم التكنولوجي. Password. Excellent. الباسورد كلمة المرور. There is a very high and there is lots of water in it. اللي بالمواصفات دي. الليك. It's very high and there is a lot. لا. أيوة كده. شطورة. لأن الليك دي مش عالية. هنا هو هي دي اللي خلتنا إيه؟ خلتنا ما نحسمش للليك. لأن الليك برضو فيها مية. هات اللي بعديها. You can learn a lot about ice budding recipes. سهلة. أقول أونلاين. يعني إحنا ممكن نتعلم أي وصفات سواء الرز أو غيره بنتعلمه عن طريق الأونلاين. We should look our teeth. عايز أقول يعتني. Look إيه؟ سهلة. لا. Look after. Look after يعتني بيه لكن look for يبحث عن. The name Tajin, Tajin اللي هو الطاجن يعني comes from the pot for his food. بيجي من ايه؟ Cooking pot اللي هو اواني الطهي او اللي هو الاناء بتاع الطهي ده اسمه طاجن عشان كده بيسموا الاكله دي طاجن. Your is your mom or dad's sister. Your mean اللي هي تعتبر ماما اللي هي اخت باباك واخت مامتك اللي هي مين؟ اخت باباك اللي هي خالتك اخت اللي هي عمتك او اخت مامتك اللي هي خالتك. خالتك او عمتك اللي هي اسمها ايه؟ انت. دي طبعا مش هينفع. ده مذكر وده مذكر مش هينفع جدا. هات اللي بعديها. هنا هو بيقول لي your brother is your apprentice. اخوك اللي هو يعتبر مين بالنسبه لباباك؟ بنت باباك ولا اخته ولا عمته ولا ابنه؟ ابنه الصن بتاعه. اللي بعديها on a weekend I visit my grandmother. Holiday. أنا عندي typical وعندي careful و helpful و famous. اللي ممكن يتوصف بها ال weekend. typical. typical معناها ان المثالي او التقليدي يعني اليوم اللي هو المعتاد كل اسبوع معتاد انا بعمل ايه؟ بزور جدتي. هات اللي بعديها. for homework we often read books from the. للهومورك احنا بنقرا البوكس دي من ايه؟ اللي له علاقه بدول. library. تمام. all the children in our school go to the when he or when the head teacher wants to talk to us. يبقى الأطفال دول بيروحوا لفين عشان لما المدير يكون عايز يتكلم معاهم. سهلة. يعني الاختيارات كلها ملهاش دعوة بالمدرسة ما عدا حاجة واحدة. بالظبط. يبقى مش هيروحوا للكهف ولا للمنزل ولا لإيه لحديقة الحيوان. ذا كانوا ذا ستودنتس تو سكول أند هوم أجين إيفري داي. ذا كانوا إيه؟ تكس. تكس معناها يأخذ. يبقى الكانو ده هو بيأخذ التلاميذ للمدرسة وبيرجعهم للبيت كل يوم. هات اللي بعديها يلا وركز أكتر. It's to cycle to school. healthy. يبقى it's healthy. صحي جدا اللي انت تسوق عجل للمدرسة. The trains are slow but buses are E. بالظبط. هتبقى كويك معناها سريعة اللي هي equal fast. هات اللي بعديها. A plane is a very it can go at 900 kilometers per hour. يبقى هي تعتبر ايه؟ fast. A baby bird is very it can't fly for many days. Week. How is the Cairo Tower? It's
187 meters. How E? How tall? طبعا لو ما عنديش طول بقول how high. My aunt is very, she always gives me presents. أو صفة صفة كويسة. Kind. Camels are very, they can carry 200 kilos. يبقى هو strong. The woman in the picture has got long hair. Straight hair. Straight. After I, my homework, I like reading a book. Make. يبقى after I make, do. لا هتبقى do. علشان هنا قلنا homework و housework ياخد do. لكن money و mistake تاخد ايه؟ make. A person is happy to do something dangerous. الشخص اللي بيبقى سعيد ان هو يعمل شيء خطير اللي هو اسمه ايه بقى؟ Brave. Brave اللي هو الشجاع. Person knows a lot. شخص بيعرف حاجات كتيرة. Level. Person makes a good decision. احنا قلنا دي قرارات جيدة. هناخد لها مين؟ Sensible اللي هو حساس أو عاقل. The strange of that man frightened me. Strange إيه؟ اللي في الراجل ده خلاني أخاف منه. Strange إيه؟ يبقى هو strange appearance اللي هو المظهر بتاعه يعني شكله كده خلاني إيه؟ أخاف منه. A person is always doing something يعني شخص دايما بيعمل أخطاء. دايما بيعمل شيء غلط اللي هو مين؟ اللي هو الشخص الخائف. أسامة likes playing football, basketball, tennis. الراجل ده بيعددهم ورا بعض يبقى هنحط ايه؟ and. We often get when we are unhappy about something. We often get ايه؟ clever. Angry. يبقى angry لما احنا بنكون عندنا حاجات ايه غير سعيدة. I like swimming in the pool. It's nice and cool. هو هنا بيدي سبب. انا بحب اعوم في البتاع ده الحمام ده علشان هو cool وكذا. عايز اقول because بسبب. There is a mouse, the laptop on the teacher's desk. ولا ايه دي؟ اه. There is a mouse, the laptop, on the teacher's desk. هجيبها له ازاي دي؟ طبعا between دي مش هتنفع عشان احنا محتاجين and. وزير برضو مش هتنفع. near. يبقى near. هنا هو قال لي the icon on your مش عارف موبايل فون. هقول له طيب ولا كول ولا تاب ولا تاي؟ طيب. فين طيب دي؟ طيب دي لأ. تاب. تاب. تعالي نشوف حاجة تاني. قربنا نخلصهم اهم. بعد كده بيقول لي at the website and find information. هقول له ايه بقى بالنسبه للويب سايت؟ لوك. ذا وايت بورد از ذا تيتشرز ديسك از ايه؟ بتوين. عشان اخد بتوين لازم يكون في اند بين حاجه وحاجه هتبقى بيهايند. ذا بوي از ا كايت ان ذا بارك. ذا بوي از اي تيرنينج ولا بولينج ولا فلاينج ولا ادينج؟ فلاينج. فلاينج ا كايت. اتس امبورتنت تو سي اونلاين تو سي ايه؟ To stay. It's important to stay online. Safe. يبقى safe. آمن. أول لأن is something you don't want to tell people. حاجة أنت مش عايز تقولها لحد. Secret. Secret اللي هو سر. Computers and mobile phones are examples of technology ولا passwords ولا nature ولا video games. No. بالضبط. يبقى دي نماذج على التكنولوجيا.
تو is to sleep for a time to intent إن أنت تنام شوية في tent اللي هو buy to buy ولا to camp ولا visit ولا ride. سهلة. كامب اللي هو المعسكر إن أنت بتعسكر يعني معناه إن أنت بتنام شوية في camp. Is a place to stay for a holiday. يا ترى library ولا restaurant ولا castle ولا holiday flat. مكان أنت بتريح فيه في الأجازة. بتبقى فيه شوية سهلة. بالظبط لأن الحاجات دي أنت ما تقعديش فيهم أنت بتزوريهم وخلاص. There is a friendly sea animal. Dolphin. Dolphin. A is what you can see from place. الحاجة اللي أنت بتشوفها من البليس ده. View. View. Is big strong building from the past. هي فلات ولا هاوس ولا كاسل ولا ريستورانت. الراجل قال لي ان ذا باست الموضوع خلص حاجة في الباست اكيد ما كانش فيه فلات وما كانش فيه ريستورانت يبقى لا اما هاوس لا اما كاسل اللي اقدم منهم كلهم هي الكاسل مش عارف الكلمة دي ايه a lot of for example tennis يبقى هنا هو اقول له ايه دي بليس تقريبا ماشي For examples, tennis and football. إيه اللي له علاقة بدول بقى بدول؟ إحنا مش عارفين نقرا دي خلاص مش باينة. أقول له colors ولا language ولا sports ولا photos. اللي له علاقة بالتنس والفوتبول؟ sports. تمام يا دكتورة روضة. ده كان كده أول بارت. تعالي نشوف بارت تاني.